جو ثابت معنا في واشنطن ليحدثنا عن هذه الصفقة غير المتوقعة، يعني توتر شديد بين العاصمتين، ومع ذلك نشهد تبادل لهذين السجينين. جو، صحيح تماما، لم يكن أحد يتوقع هذه الصفقة في الواقع، لكن مصادر في الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية تقول بأن علينا ألا نقرأ الكثير في هذه الصفقة. هي صفقة بدأت في الواقع، أو العمل على هذه الصفقة بدأ في الواقع قبل النزاع في أوكرانيا، وهي وفقا لمصادر الحكومة الأمريكية ينبغي النظر إليها على أنها مسألة إنسانية بحتة، تبادل بين سجينين، الأمريكي متهم بأمور جرمية كثيرة، أما الروسي متهم بتدبير مؤامرة أو بتدبير خطة لإدخال مخدرات إلى الولايات المتحدة. إذن الحكومة الأمريكية تقول بأنه علينا أن نقرأ الكثير، لكن بحسب خبراء ومحللين في واشنطن فأن ذلك ربما قد يكون اختراقا بدائيا ما زال في بداياته على مستوى الدبلوماسية بين البلدين. شكرا جزيلا جو ثابت، مراسل سكاي نيوز عربية في واشنطن.